سكان الولاية أنهم أول من برعوا في صناعة الخناجر والسيوف بين ولايات السلطنة الأخرى، لذلك اتخذت الخابورة من الخنجر شعارا لها، وتتركز صناعة الخناجر في عدد من مناطق البلاد كصناعة تقليدية لها عراقتها، وتمثل اعتزازا خاصا لدى أبناء عمان. وما يذكر في هذا الشأن الجهد الذي تبذله الدولة والدعم الذي تقدمه لاستمرار الصناعات التقليدية.